انت من الستات اللي بتهتم بنفسها ولا في الشغل بس والتمثيل بس، وفي البيت بقى مفيش الكلام ده خالص؟ لا يعني في البيت بقى بتقعدي رابطه البتاع على دماغك دي وبتاع شرب ولابسه بجامه كاستور. لا بعدين انت جوزك كمان اصله حليوه جاني يعني حليوه. لا لا بتعملي كده في البيت؟ لا لا ببقى مركزه جدا. ايه بقى يعني اقول يعني؟ لا قولي. يعني بجيب حاجات كويسه، بجيب بيجامات شكلها لطيف. يعني بحب قوي قوي الحاجات اللي عليها ميكي وميني والحاجات دي. ميكي وميني انت كده؟ لا ما هو يعني في حاجات كده امير وفي حاجات كده يعني. ماشي. لا بهتم بنفسي. لكن يعني طول الوقت بتبقي مهتمه بنفسك ويعني شايله هم ان انت لازم شريف يشوفك طول الوقت شكلك حلو في البيت حتى والكلام ده كله. تهتمي بده؟ بهتم بده جدا يعني. ممكن تعملي دور معلمه في يوم من الايام؟ معلمه؟ انا عملت شويه شبه كده. ايه بقى؟ واحده تجرت سمك وحاجه جباره واجريسيف جدا ووحشه يعني صعبه. وحبيتي ده؟ قوي. قوي. انا بحب الحاجات اللي هي بعيده عن شكلي، اللي هو الناس تحطني رقيقه وناعمه والجو ده، لا انا مش بحبه قوي. بحب الحاجات اللي هي فيها تركيبه، فيها تركيبه، فيها سفاله. فيها سفاله؟ يعني ممكن تعملي دور اغراء؟ ما هو انا هعمل ان شاء الله دور اغراء. لا بجد؟ ايه مدى الاغراء عندك يعني؟ بس انا عارف انك بتقولي الاغراء ده بس هتلبسي كات اكتر شويه من كات حمالات اكتر شويه يعني. معرفش لسه ما لبستش، لسه مش عارفه بالظبط، بس يعني لا في اغراء جامد جدا بتجري على بتسقم على كل رجاله المسلسل. حاجه كده قويه. لا بجد؟ اه والله. ده اول مره. طب ليه بيقولوا على الناس الطيبين دايما ان في جواهم شر؟ لا لا شكلك طيب مثلا. لا لا هو اي بني ادم في الدنيا في جواه شر وجواه خير على فكره، بس انهي بقى يتغلب على ايه؟ هو ده في ناس جواها شر بس. تحب اقول لك طبعا مين؟ انا عارفه مين. انا عارفه مين. عارفه مش ضروري نقول بس عارفه. لا بس انا مش شريره يعني، بتهيألي يعني ما حدش قال عليا قبل كده ان انا شريره يعني. تحبي نفسك قد ايه؟ اللي بيحب نفسه بيحب كل الناس صح؟ طب واللي ما بيحبش نفسه؟ ما بيحبش حد. مين قال لك كده؟ اه والله. انت بتحبيش نفسك؟ لا بحب نفسي بس. مره رحت للدكتور، دكتور نفساني. لا لا بتاع طاقه. بتاع انا مقتنعه إيه؟ جدا بالحاجات دي. طاقه، دكتور طاقه. فقعد عمل لي تيست كده اللي هو ايه بقى التيست؟ عباره عن ايه؟ تيست الطاقه. غمضي عينك وعمال يقول لي تخيلي بقى ان انت ماشيه في جنينه وحاجات حلوه، وعمال يقول لي حاجات جميله، وانا كل اللي عمال وبعدين المهم قاعد يقول لي شفتي وشفتي نفسك، وانا مغمضه عيني بقى وعمال اسمع وشفتي نفسك وخلص بقى الموضوع. هل ها حسيتي بايه؟ قلت له مبدئيا انا كل ما انت بتحكي لي انا مستنيه المصيبه اللي هقابلها، الوحش اللي هقابله، اللي ما اعرفش ايه هقابله. طب لما شفتي نفسك شفتي ايه؟ قلت له ما شفتش نفسي. قال يعني ما شفتش نفسك؟ قلت له ما شفتش نفسي، يعني مش عارفه اجيب الملامح بتاعت شكلي ولا وشي. فالراجل حللني ان انا دايما مستنيه ان في مصيبه هتحصل حتى لو كل الامور ماشيه كويسه. بس دايما قلقانه من بكره، ودي حقيقه ده واقع. دايما قلقانه من بكره. من بكره كايه يعني؟ كشغل؟ لا كفلوس؟ كل حاجه. كبكره على اولادك مثلا؟ على اولادي. انا اولادي هم رايحين المدرسه، بفضل ادعي ادعيها كلها. كلها. انا دايما يعني خايفة قوي مش عارفة ليه يعني. وبالنسبة لي ما شفتش نفسي، يقول لي انت ما بتحبيش نفسك خالص، يعني ايه اللي انت عملتيه يعني في حياتك تخليكي تكرهي نفسك كده؟ ازاي ما شفتيش نفسك؟ قلت له صدقني انا مش عارفة شكلي، يعني انا مش عارفة شكلي ايه.